الصيف الماضي صيف 2014 كان صيفا مشؤوما، لأنه شهدنا فيه يعني مأساة أهلنا في غزة، وعاينا فيه أيضا في تلك الفترة عجز النظام العربي على مواجهة هذه التحديات. ربما لا تعلمون أن ذلك الصيف كنت رئيس الدولة وحاولت بكل الإمكانيات أن أدفع رؤساء وملوك وأمراء الأمة إلى الاجتماع لأخذ موقف لإعانة أهلنا في غزة. هذا لم يقع للأسف الشديد، وكنت أعتبر أن ذلك الصيف المشؤوم هو صيف يعني شاهد فيه العالم عجز الأمة وانهيار أنظمتها السياسية، وكنت أتصور أننا في ذلك الصيف المشؤوم وصلنا إلى القاع، لكن يبدو أنه لا نهاية للقاع الذي يعني نحن ننحدر إليه شيئا فشيئا، لأنه ولا واحد فينا كان يمكن أن يتصور حجم الشؤم وحجم المأساة التي عرفناها في صيف 2015. والإنسان يمكن أن يتساءل يعني إذا تواصل هذا الشيء فماذا سيكون عليه صيف 2016 و2017 و2018 إلى آخره. الشيء ثابت أنه في تاريخ هذه الأمة صيف 2015 سيبقى وصمة عار في جبين هذه الأمة، وللأسف الشديد في جبين كل واحد منا. وصمة عار لأن ما شاهدناه من هذه المأساة السورية فاق كل تصور وفاق كل وصف، ويعني الإنسان لم يعد له الكلمات، لم تعد تعني شيئا، والمشاعر لم تعد تعني شيئا، ويعني دخلنا في منطق الهوس المطلق وفي منطق الفوضى المطلقة وفي منطق في منظومة الانهيار الشامل العام. أن نرى نصف الشعب السوري مهجر، وأن نراه يهاجر إلى بلدان أوروبا، وأن نرى شعوبا أوروبية تفتح أبوابها لهذه الملايين من العرب، كل هذا يعني دليل ساطع على فشل نظامنا العربي ككل، دليل ساطع على فشل دولنا، دليل ساطع على فشل أنظمتنا، ربما دليل ساطع على فشل حتى فكرة المواطنة والوطنية. أنا دائما أعرف الوطن بأنه الأرض التي نهرب إليها، الآن الوطن أصبح الأرض التي نهرب منها. يعني هذا الوضع اليوم مأساوي كارثي بكل المقاييس، ويجب علينا أن نستعيد شرفنا، أن نستعيد مفهومنا للوطن، للوطنية، للمواطنة، للأمة. هذا يتطلب أن نعوض أن نبقى نتفرج على هذه المآسي في التلفزيونات وكأنها تقع في كوكب المريخ، كأنها تقع للمريخيين، والحال وأنها تصيب واحد من شعوبنا، واحد من أنبل ومن أرقى ومن أكثر شعوبنا العربية تحضرا، شعب فتح أبوابه للاجئين، لكل اللاجئين، اللاجئين الفلسطينيين، اللاجئين العراقيين، كل الشعوب العربية وجدت ضيافة هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الكريم، وهو الآن يعني في النازعة غرقا ونحن نتفرج. على كل حال أنا أريد أن أضع الناس كلها من مسؤوليتها، أولا أريد أن أضع الزعماء العرب كلهم واحدا واحدا، شخصا شخصا، فردا فردا، أمام مسؤوليتهم. لا يمكن أن يقفوا وأن يتفرجوا كأن العملية تحدث للمريخين في المريخ. العملية لا تحدث للمريخين في المريخ، العملية تحدث لعرب، لمواطنين، لأهلنا، لعشيرتنا، للحمنا ودمنا، ولا يمكن أن نقف ونتفرج فيهم كما أن شيئا لم يكن. أنا كنت الأسبوع الماضي طلبت موعد من عند السيد رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد سبسي لأطلب منه بكل وضوح أن تونس تفتح بابها في البداية لألف عائلة سورية. لحد الآن لم يتفضل السيد الرئيس باستقبالي، وبالتالي فهذه هي رسالتي إليه عبر التلفزيون، أنني أطالب كتونسي كمواطن تونسي، وأعتقد أنني أعبر عن رغبة الشعب التونسي أنه يفتح الباب بسرعة إلى ألف عائلة سورية على الأقل في البداية، وأنا على أتم الثقة أنها تونس تستطيع أن توفر استقبال هذه الألف العائلة، ثم فيما بعد إلى ألف عائلة أخرى، لأن هذا البلد الذي استضاف
مليونين ليبي في أصعب الظروف في 2011 قادر على أن يستوعب هذا العدد المتواضع المتواضع جدا من من السوريين؟ على الأقل أنه إذا كان كل عائلة سورية تتألف من 5 أشخاص فيها 3 أطفال، على الأقل أنا أريد أن يكون 3000 طفل سوري في أقرب الأوقات في المدارس التونسية، وأن لا يعني يبقوا في المخيمات التركية أو في المخيمات الأخرى ومخيمات البلدان التي استضافت هؤلاء المواطنون. أنا أعرف أنه بلدان مثل يعني لبنان والأردن والعراق تتحمل جزء كبير من اللاجئين، لكن أعرف أن البلدان الخليجية والبلدان المغاربية كل البلدان المغاربية بإمكانها أن تأخذ جزءا من الحمل. وبالتالي فأنني أتوجه إلى القادة المغاربيين كلهم وإلى القادة الخليجيين كلهم شخصا شخصا ليقول لهم مسألة شرف شخصي، شرف الأمة، شرف بلدانكم، شرف شعوبكم، أنكم لا تبقوا أمام هذه المأساة الكبرى، وأن لا تتركوا للأوروبيين يعني أن يتحملوا هم وحدهم عبء مشاكلنا، لأنهم في آخر مطاف هؤلاء الناس أهلنا، في آخر مطاف هؤلاء الناس مواطنين، ونحن المسؤولين عنهم قبل كل الآخرين. كذلك أنا أتوجه يعني بنداء إلى كل شعوبنا، إلى كل شعوبنا يعني التي أصبحت تنظر إلى هذه المآسي وهي لا تعرف ماذا تفعل لكثرة ما تعانيه من الهموم ومن المشاكل ومن المشاغل، والتي أصبحت يعني تعاني من شعور العجز. لا، أنتم لستم عاجزون، تستطيعون أن تفعلوا أي شيء. وبالتالي فأنني أتوجه إلى المجتمع المدني التونسي بما أنني في تونس، وأتوجه إلى المجتمعات المدنية العربية في كل مكان أن يعني أن تتجند بكل قواها، أولا لفرض دخول آلاف العائلات السورية في كل بلد، وأن تتجند أيضا لاستقبال هذه العائلات ولإعانتها إلى أن نجد الحل السياسي في سوريا. وكنا نعلم بطبيعة الحال أن الحل هذا رهن بهذا المجرم الأكبر، هذا المجرم العظيم الذي يفضل للبقاء في السلطة أن يخرب بلده وأن يتخلص من شعبه، وهذا ثمن يعني التسلط وثمن الالتصاق بالكرسي، وهذا ثمن اعتبار أن السلطة فوق كل اعتبار. هذا هو ندائي إليكم، هذا هو طلبي منكم، وهذا ما سأتجند إليه شخصيا كمواطن عربي كحقوقي، وأيضا كإنسان يعرف قيمة الإنسان السوري وقيمة الشعب السوري.